بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل دلوقتي بقى. لو العيان ماشي على انتي كوجلانت وجاي يعمل elective operation، يبقى انا دلوقتي عندي تايم ان انا modify الريسك بتاع العيان، modify الريسك بتاع البليدنج، ووازن زي ما قلنا بين الريسك بتاع البليدنج والريسك بتاع الثرومبوز. انا عندي تايم بقى تو modify الريسك ده، امتى اوقف وامتى اعمل. قلنا مالتي ديسيبلينري ابروتش، معايا كارديولوجيست ومعايا هيماتولوجيست، خلاص بعمل ايه بقى على حسب إيه الكلاس بتاع السيرجري اللي العيان هيدخل يعملها. العيان ده هيعمل عملية ايه، وعلى حسب برضو الانديكيشن اللي انا دخلت له الورفارين او الانتيكواجلانت او الانتي بليتلت علشانه، الانديكيشن يعني البيشنت ريسك فاكتور والسيرجيكال ريسك فاكتور. هنقول الاول الكلاس بتاع السيرجري ازاي يتعامل مع الانتي كواجلانت، تبيشن على حسب الكلاس بتاع السيرجري او الريسك بتاع البليدنج بتاع الاوبريشن اللي هيدخل. الاول الكلاس بتاع السيرجري عباره عن ايه، هما 5 كلاس بتاع السيرجري، في نو ريسك سيرجري، لو ريسك سيرجري، مودريت ريسك سيرجري، سيفير ريسك سيرجري، كريتيكال سيرجري. النو ريسك سيرجري اللي هي بتبقى الريسك سيرجري independent على الأنستيزيا، يعني ما فيهاش disruption of physiology، مش محتاجة invasive monitoring، ما فيش major blood shift زي مثلا البريست لامب، الليبوما، الحاجات السكن بسيطة دي. خلاص low risk surgery blood loss فيها بيبقى expected blood loss أقل من 500 مل. المودريت risk surgery تبقى blood loss من 500 ل 1500 مل. السيفير risk تبقى البلاد لوس ازيد من 1500 ومحتاجه معايا انفيزيف مونيتورنج وفيها ديسربشن للفيسيولوجي وفيها ميجور فلويد شيفت. تمام. الكريتيكال بقى هي نفس السيفير ريسك سيرجري مع اسوشيتد كوموربيديتيز موجوده في العين، دايابيتيك، هايبرتنسيف، كاردياك ستروك، اي كوموربيديتي بقى موجوده مع زياده على ان البلاد لوس عندي اكتر من 1500 وديسربشن للفيسيولوجي ومحتاجه انفيسيف مونيتورنج وبيبقى فيها ميجر فلويد شيفت، ده الكريتيكال. تمام. على حسب بقى الريسك بتاع السيرجري اللي العيان هيعملها او الريسك بتاع البليدنج اللي هيتعرض له العيان انا ببدا اتعامل. طب انا دلوقتي لما ليه بحتاج اصلا اوقف اللو مولكولار ويت بتاع الوارفارين اللي العيان ماشي عليه، ليه انا بحتاج اوقفه لان او ابدله؟ لما ببدل اعمل بريدجنج بحتاج ليه بعمل بريدجنج، لان الوارفارين ده برلونجد اكت، انما انا ما اجي اعمل بريدجنج بعمل بريدجنج بحاجه شورت اكتنج اقدر عندي الانتيدوت بتاعها اقدر اديها على طول واتعامل معها او اقدر اوقفها بسرعه قبل العمليه وادخل العيان ودي الانتيدوت لو حصل اي مشكلة للعيان وعايزة اعمل ريفرسل بدي الانتيدوت بتاعها على طول. تمام. طب انا ايه اللي انا بستخدمه عشان اعمل بريدجنج؟ قلنا ممكن استخدم الهيبرين او الانفركشنيتد هيبرين يعني، او اللومولوكولار ويت هيبرين اللي هو زي الكليكسين. خلاص. طب انا استخدم ده ولا استخدم ده؟ في ستاديز كتيرة اتعملت لقت ان اللومولوكولار ويت هيبرين اللي هو الكليكسين preferred over the unfractionated heparin اللي هو الهيبرين العادي. ليه بقى؟ لان الايزي ادمنستريشن خلاص، وبيتر فارماكوكيناتيك بروفايل، وان انا الادفانتج بتاع اللومولوكولار ويت ان انا require no monitoring in absence of renal failure او pregnancy. يعني انا ليه انا في حالات اللومولوكولار ويت لما اجي اديها لحالات رينال بقلل الدوز للنص، خلاص لان الاكسكريشن بتاعهم بيبقى عن طريق الرينال فانا بقلل الدوز بتاعي. فانا في حاله اللو مولكولار ويت انا مش محتاجه المونيتورنج وايزي ادمنستريشن. خلاص. وفي حاله كمان الانفراكشنيتد هيبرين انا ما بديه انا بعمل له مونيتورنج بالبي تي تي اكتيفيتد بارشر ثرومبوبلاستين تايم، فانا غالبا بيبقى الريزلت بيبقى فيها under estimation ي over estimation للكواجليشن. ليه؟ انا عشان اسحب البي تي تي بعد ما ادي هيبرين انا بحتاج period of time
مش اقل من 6 ساعات بعد الستارت بتاع الدوز او تشينج في الدوز بتاع الهيبرين عشان اسحب البي تي تي ويبقى فعلا ده الكواجليشن بتاع العيان. تمام. فانا غالبا ما بيتسحبش في الفتره دي، فغالبا بيبقى يا في بوري اندر استيميشن للكواجليشن بتاع العيان. خلاص يعني انا اما ادي هيبرين للعيان واجي اسحب بي تي تي بعد 6 ساعات من الستارت الدوز بتاع الهيبرين او تشينج الدوز بتاع الهيبرين، خلاص عشان ما يبقاش لا فيه اندر كواجليشن ولا اوفر انتي كواجليشن. تمام كده. لكن برضو الهيبرين له انديكيشن، يعني انا بفضله في حالات ايه؟ ان انا ادي هيبرين ما اديش له مولكولار ويت هيبرين، زي ما قلنا لو الحاله رينال فيها رينال امبيرمنت خلاص، او برولونجد اوبريشن او فيري بلادي اوبريشن، يعني الهاي ريسك او الكريتيكال اوبريشن، الكريتيكال او السيفير ريسك اللي احنا قلنا عليهم اللي هم مور ذان 1500 بلاد لوس ونيد انفيزيف مونيتورنج وديسربشن الفيسيولوجي ومعها اسوشيتد كوموربيدي، دي بحتاج ان انا ادي ثيرابيوتيك دوز من او انترافينوس هيبرين، ما اديش لو مولكولار ويت هيبرين. تمام. زي النيورو سيرجري، حالات الكاردييك الكارديو سيرجري نيورو سيرجري خلاص، حالات الفاسكولار يفضل ان انا ادي انترافينوس هيبرين ما اديش لو مولكولار ويت هيبرين. طب انا قلت ان انا في انتي دوت ممكن اديها واعمل رابيد ريفرسال اللي هو ايه؟ البروتاميل سلفيت. الانتي دوت بتاع الهيبرين اللي هو البروتاميل سلفيت، انا بديه ازاي؟ الدوز بتاعته 1 ميلي جرام من البروتامين سلفيت كان نيوترالايز قد ايه من الهيبرين؟ 100 وحدة من الهيبرين. انا بديه على اخر دوز هيبرين خدها العيان، لو خد مثلا 5000 يونت هيبرين انا بحسب بشوف الواحد ميلي جرام بينوترالايز 100، طب انا محتاج كم ميلي جرام عشان نيوترالايز 5000؟ تمام. وبديه سلولي انترافينس، ليه؟ لانه بيقلل البلاد بريشر. ماكسيمم دوز من البروتامين سلفيت اللي اقدر اديها 50 ميلي جرام، ليه؟ بعد كده هو اتسلف بيشتغل كانتي كواجلانت. تمام. يبقى البروتامين سلفيت بدي 1 ميلي جرام كان نيوترالايز 100 يونت هيبرين. تمام كده. يبقى انا كده عرفت ليه انا بعمل بريدجنج او ليه بس ببدل الانتي بليتليت الانتي كواجلانت اللي انا ماشي عليه بشورت اكتنج انتي كواجلانت، خلاص لان انا ايزي ان انا اعمل له ريفرسال وشورت اكتنج اقدر اعمل رابيد ريفرسال. تمام. طب انا بعمل ريفرسال ولا ما بعملش ولا اكمل زي ما انا بالاوبريشن؟ زي ما قلنا على حسب الريسك بتاع الاوبريشن اللي داخل يعمل، ريسك بتاع البليدنج بتاع اسس البليدنج ريسك بتاع السيرش. خلاص. انا دلوقتي لو عندي لو ريسك سيرجري، حاجات اللي قلنا اندبندنت على اناسيز او البلاد لوس فيها قليل زي الحاجات سكين جرافت لايبوما بريست لامب حاجات بسيطه، انا بدخل وزود ستوبج للانتي كواجلانت كونتينيو الانتي كواجلانت بروفايد ان الاي ان ار از ان نورمال رينج. خلاص. هنقول بقى الليست اليكتيف ليفل بتاع الاي ان ار اللي انا اكسبت ان انا ادخل عيان عليه من 1.2 لـ1.5. خلاص. يعني انا الليست اكسبتد ليفل بتاع الاي ان ار في الالكتيف اوبريشن من 1.2 لـ1.5. تمام كده. يبقى اللو ريسك سيرجري ما فيهاش ريسك اوف بليدنج لو ريسك، يبقى ده هكونتينيو الماريفان مش هعمل بريدجنج ولا هوقفه ولا هعمل بريدجنج. خلاص. طب انا عندي بقى انترميديت ريسك سيرجري اللي هي فيها انترميديت ريسك اوف بليدنج من 500 لـ1000، هبدأ بقى أبص على إيه؟ أبدأ أبص على العيان بتاعي، إيه الانديكيشن اللي أنا دخلت عشانه الانتي كواجلانت أو الانتي بليتلت أو الانتي كواجلانت عامة اللي ماشي عليه، ليه أنا دخلت له الانتي كواجلانت؟ أنا ليه بدخل انتي كواجلانت للعيان أصلا؟ أي عيان أنا بدخله الانتي كواجلانت ليه؟ يا إما بسرومبو امبوليك بروفلاكسيس، يعني اعمل بروفلاكسيس من سرومبو امبوليس، او عيان مركب هارت فالف بروسيسز، او ان انا اعمل بروفلاكسيس من الستروك في حالات الاي اف. خلاص. بقى 3 انديكيشن
يعني بنلخصهم في 3 انديكيشن: ثرومبومبولك بروفلكسز، ميكانيكال هارت فالف او هارت فالف بروسيز، او البروفلكسز اوف ستروك في حالات الاي اف. حته البروفلكسز بتاع الستروك في الاي اف دي عملوا لها سكور لوحده كده ضخم، لان ده مهم جدا، اللي هو شاد فاسك سكور، يعني سميناه CHA2DS2 فاسك سكور. ده السكور ده اتعمل ليه؟ عشان الريسك ستراتيفيكيشن بتاع ال 1 year ريسك بتاع الثرومبومبولك ايفنت اللي ممكن تحصل للبيشنت اللي مش ماشيين على انتي كواجلانت وعندهم اي اف بالذات. يعني كان ده مهم جدا بالنسبه لهم، ان انا اعمل بروفلاكسز من الستروك في حالات الاي اف اللي مش نون فالف ومش ماشيين على انتي كواجلانت. عملوا ريسك ستراتيفيكيشن كده، ان ممكن يحصل لهم قد ايه وبنسبه قد ايه ستروك بعد 1 year من انهم جالهم اي اف ومش ماشيين لسه على انتي كواجلانت. عملوا اللي هو الشاد دي، شاد اس فاسك سكور، السي اختصار للكونجستيف هارت فيل، الاتش هايبرتنسيف بيشنت، الاي ايج فوق 75 وده بياخد 2 بوينت، يعني الكونجستيف هارت فيلير ده ياخد بوينت واحد، الهايبرتنسيف بوينت واحد، الايج فوق 75 ده ياخد 2 بوينت، دايابيتك ده بوينت، جاله اي ستروك هيستوري اوف ستروك او اي سيريبرال انسلت ده بتاخد 2، اي فاسكولار ثرومب امبوليك مانيفيستاشن ده 1، فاسكولار ديزيز بقى هارت فيلير، كونجستيف هارت فيلير، هايبرتنسيف، ستروك او ثرومب امبوليك هيستوري او ترانزيانت اسكيميك اتاك مع الستروك برضو، او فاسكولار ديزيز او دايابيتك. كل واحده في دول بتاخد بوينت واحد، ما عدا الايج بياخد 2 والستروك بياخد 2. تمام، لقوا ان لو مفيش اي اليمنت من دول، يعني زيرو، مفيش ريسك خالص بالنسبه له انه نيد ان هو يمشي على انتي كواجلانت. لو واخد بوينت واحده من بوينت الاثنين بوينت ده، لا انترميديت ريسك ان يجيله 6، ممكن يتعرض ل 6% ريسك في ستروك بعد 1 year، ده نيد ان هو يمشي على انتي بليتلت او انتي كواجلانت. لو اعلى من 2، يعني 2 فيما فوق، وصلنا ل5، من 2 ل5 بوينت، يعني خد مثلا ايج فوق ال 75 ده ياخد 2 ومعاها دايابيتك، ادي كده 3، لا ده عدينا فيري هاي ريسك بيشنت ان يحصل له ستروك، يبقى بيتعرض لريسك 3% ريت ان يحصل له ثرومبومبوليك مانيفيستاشن في خلال 1 year. ده مانداتوري او كانديديت للانتي كواجلانت، ده لازم يمشي على انتي كواجلانت لانه فيري هاي ريسك ان يحصل له ستروك في خلال سنه بنسبه 3%. تمام، فدول اللي هم ايه، كان شاد فاسك سكور ده اللي هو كان عشان البروفلاكسز من الستروك. فانا ده الانديكيشن اللي انا بدخل عليها العيان امشيه على انتي بليتليت انتي كواجلانت. تمام، طب انا دلوقتي العيان هيعمل مودريت ريسك سيرجري زي ما قلنا، نرجع بقى للحته بتاع تاني طيب بتاع الريسك بتاع البليدنج سيرجري اللي هي الانترميديت ريسك او مودريت ريسك سيرجري. ابدا ابص على الانديكيشن اللي دخل لها العيان، اسس الثرومبوتيك ريسك. خلاص، لو العيان ده لو ريسك ان يحصل له ثرومبوزس، اللي هم مين؟ اللي هم عيان اي اف وزود امبولوس. تمام، عيان مركب فالف بروسيسز اذر ذان المايترال او كيج بول فالف بروسيسز. تمام، لو عيان فينوس ثرومبو امبوليك ايفنت مور ذان 3 مانثس، يعني عدى عليه 3 شهور فيما فوق. تمام، ده يبقى ده لو ريسك ان يحصل له ثرومبوز. اعمل ايه؟ استوب الماريفان او الورفارين 4 لـ5 أيام بري اوبرتيف، ده بروفايد ان انا عندي الاي ان ار في النورمال ثيرابيوتيك رينج اصلا بتاع الماريفان اللي هي من 2 لـ3 بري اوبرتيف. تمام، ده لقوا ان الاي ان ار عشان ينزل للنورمال اللي هو 1.5، الاقل من 1.5 او من 1.5 لـ1.2 بياخد من 115 ساعه اللي هي من 4 لـ8 أيام. تمام، فانا بستوب الماريفان 4 لـ5 أيام اول لما يبدا الاي ان، واعمل ديلي اي ان ار، ديلي اي ان ار، اول لما الاي ان ار يبدا يقل عندي عن 2
ابدا ان انا اعمل بريدجنج بالبروفلاكتيك دوز من اللو مولوكولار ويت هيبرين. البروفلاكتيك دوز اللي هي كام؟ 40 انترناشونال يونت بير داي. وفي ستاديز كتيره اتعملت ان انا بيتر ان انا اوزعها على مرتين اللي هي 20 كل 12 ساعه، ما اديش مره واحده، ما اديش ال 40 وحده مره واحده، يعني بيتر ان انا اوزعهم 20 وحده كل 12. ده البروفلاكتيك دوز. يبقى العيان هيعمل انترميديت ريسك سيرجري تمام، ولو ريسك ان يحصل له ثرومبوزس همشي اوقف الماريفان 4 لـ5 ايام لغايه ما الاي ان ار، واعمل ديلي اي ان ار. اول ما الاي ان ار يبدا يقل عن 2 ابدا اعمل بريدجنج باللو مولوكولار ويت هيبرين. ده عشان ينزل الاي ان ار لواحد ونص، ده غالبا بياخد 2 أو 3 ايام بري اوبرتيف تمام. اوقفه امتى وادخل العمليات؟ اوقفه لو ماشي على بروفلاكتيك دوز من اللو مولوكولار ويت هيبرين، اوقفه 12 ساعه قبل العمليه. خلاص دي كل الريكومنديشن، قالت 12 ساعة قبل العملية. طب ادخله بعد عملنا العملية والعيان بقى كويس، ابدأ ادخله امتى؟ ادخله برضو once ان السيرجيكال هيموستيزس فيلت ادكوات، في خلال 12 ساعة ابدأ ادخله البروفلاكتيك دوز من اللو مولوكولار ويتابر تمام. طب انا ادخل الماريفان امتى بعد العملية؟ الوارفارين عشان يشتغل، الوارفارين عشان يشتغل بيحتاج 3 لـ4 ايام برضو عشان يبقى افكتيف. مش هيبقى افكتيف الا لما الاي ان ار يعلى اعلى من 2، ده بياخد 4 برضو لـ5 ايام عبال ما يشتغل. طب انا عبال ما يشتغل ده انا بدي بعد الاوبريشن على طول وانس السيرجيكال هيموستيزس فيلت ادكويت، غالبا بيبقى برضو بعد 12 ساعه ابدا ادخل الماريفان وادخل البروفلاكتيك دوز من اللومولوكولار ويت هيبرين. ده اللي هيشتغل بسرعه على طول. الماريفان مش هيشتغل الا بعد كام يوم، اول ما الاي ان ار يبدا يعلى عن 2 ابدا استوب البروفلاكتيك دوز من اللومولوكولار ويت هيبرين، وابدا الوارفارين هيبدا كده يشتغل الافكت بتاعه. خلاص تمام، دي كده حته مفهومه. نبدا بقى ندخل على البيشنت التاني. لو العيان عنده مودريت ريسك، انترميديت ريسك بتاع البليدنج اللي هو من 500 لـ1000، ومودريت او انترميديت ريسك ان يحصل له ثرومبوزس، مين العيانين دول؟ لو العيان عنده فينوس ثرومبوزس ثرومبوتيك ايفنت من في خلال من شهر لثلاث شهور، او اي اف ويز هيستوري اوف امبوليزم، خلاص ريكورنت فينوس ثرومبو امبوليك مانيفيستيشن تمام، دول بيبقوا انترميديت ريسك ان يحصل لهم ثرومبوزس. فانا نفس القصه برضو هوقف الماريفان 4 لـ5 ايام قبل العمليه لغايه ما الاي ان ار، واعمل ديلي اي ان ار لغايه ما الاي ان ار يقل عن 2. طب انا صحيح بدخل العيان على انهي اي ان ار؟ انا كل يوم بعمل اي ان ار ممكن من 2 يومين؟ لا، لازم اقيس على اللي انا هدخل بيه العيان العمليات الاي ان ار 1 day قبل day prior to the surgery، اليوم اللي قبل العملية قيس الاي ان ار، ده اللي بدخل بيه. لازم يبقى من 1 لـ2 و1.5. خلاص زي ما قلنا بنوقف الماريفان 4 لـ5 ايام على حسب الاي ان ار البيز لاين بتاعي، ولغاية ما يقل عن 2 ابدا اعمل ادخل برضو بروفلاكتيك دوز من اللو مولوكولار ويت هيبرين 2 يوم قبل العملية او 3 ايام، وبعد كده اوقف اللو مولوكولار ويت هيبرين اللي هو البروفلاكتيك دوز 12 ساعة قبل العملية، واروح اعمل العملية للعيان. الدنيا بدأت كويسة وعملنا العملية وبدأ السيرجيكال هيموستيزس الاقيه فلت ادكوت، في خلال 12 ساعة ابدأ ادخل الماريفان وابدأ ادخل اللو مولوكولار ويت هيبرين وانس السيرجيكال هيموستيزس فلت ادكوت. خلاص طب عيان بقى هيعمل برضو انترميديت ريسك سيرجري في البليدنج بالنسبه للاساس البليدنج يعني، وهي وفيري هاي ريسك ان يحصل له ثرومبوزس، اللي هم مين برضو؟ اللي هم عيان هيعمل فينوس ثرومبوزس، جاله فينوس ثرومبومبوليك مانيفيستيشن او فينوس ثرومبوز اقل من 1 مانث ماشي، او عيان مركب مايترال او كيج بول فالف بروسيسس، دول فيري هاي ريسك ان يحصل لهم ثرومبوزس. في حالات اللي هي مثلا في اكتيف دي في تي او بالمونري امبوليزم، لا ريسنت دي في تي او ريسنت بالمونري امبوليزم، لا دي ده انا وهيعمل الكتيف سيرجري، لا ده انا اروح اقول له
لا روح ركب انفيرو فينا كده مش الاول، وبعد كده بقى تعالى لي اعمل الاوبريشن عشان تحجز اي سيروم، بس ما تسرحش على الهارت وتعمل لي بالمونري امبوليزم تمام، او سيروم ستروك. فانا ما يعني في حالات كده على حسب برضو الريسك بتاعها خلاص، يعني ريسنت بالمونري امبوليزم ريسنت دي في تي، لا ده بقول له يروح يركب انفيروجين كده مش الاول، بعد كده يجي يعمل العمليه، او بركبها له واعمل له العمليه بعدها خلاص. طب دول العيانين فيري هاي ريسك ان يحصل لهم ثرومبوزس وهيعمل انترميديت ريسك سيرجر، بعمل ايه؟ استوب الماريفان 4 لـ5 ايام قبل الاوبريشن، او لما يقل عن 2 ابدا ادخل ايه بقى، ادخل ثيرابيوتيك دوز من لو مولكولار ويت هيبرين تمام، مش هدخل بقى مش همشيهم على بروفلاكتيك دوز لو مولكولار، لا هدخل ثيرابيوتيك دوز من اللو مولكولار ويت هيبرين خلاص. الثيرابيوتيك دوز بتاع اللو مولكولار ويت اللي هي 1 ملي جرام بير كيلو جرام كل 12 ساعه خلاص، اللي هي مثلا لو عين 80 كيلو هيبقى 80 وحده كل 12 ساعه خلاص. اوقف امتى الثيرابيوتيك دوز من اللو مولكولار ويت هيبرين وادخل العيان الاوبريشن؟ اوقفها 24 ساعه قبل الاوبريشن خلاص، وبعد كده برضو وانس ان الاي ان ار بقى في النورمال رينج اللي انا ادخل فيه العمليات ابدا ادخل العمليه، عملنا العمليه ادخل الثيرابيوتيك دوز من اللو مولكولار ويت هيبرين امتى؟ الماريفان هدخله وانس السيرجيكال هيموستاسيس في التأديكوات اللي هي بعد 12 ساعه، لانه مش هيشتغل لي على طول هيقعد كام يوم. الثيرابيوتيك دوز من اللو مولكولار ويت هيبرين هدخلها بعد 24 ساعه تمام. طب عيان بقى ده اللي هم هيعملوا، انت اتكلمنا عن اللو ريسك مش هنوقف، الانترميديت ريسك هنموديفاي الريسك ونوقف الماريفان قبلها وندخل يا اما بروفلاكتيك لو مولكولار ويت هيبرين في حالات اللو ريسك في ثرومبوز او انترميديت ريسك في ثرومبوزس، او ادخل ثيرابيوتيك دوز اللو مولكولار ويت هيبرين في حالات الهاي ريسك ثرومبوزس. طب انا عيان بقى هيعمل هاي ريسك سيرجري انها يحصل لها بليدنج اللي هي الكريتيكال هاي ريسك سيرجري للبليدنج او كريتيكال سيرجري، هل ادخله ثيرابيوتيك دوز اوف لو مولكولار ويت هيبرين؟ لا احنا اتفقنا من الاول ان الحالات اللي هي هتعمل فيري برولونجد سيرجري او هاي ريسك سيرجري او بلادي سيرجري وات ايفر هم ايه، لا انا هدخل انتروفينوس انفركشنيتد هيبرين تمام. الدوز بتاع الانتروفينوس هيبرين 18 يونت لكل كيلو جرام بير اور، يعني انا غالبا في العيانين اللي هو 70 80 كيلو بدي 1000 وحده في الساعه، 1000 وحده في الساعه العيان، وبمشيه كام يوم برضو قبل العمليات لغايه اما الاي ان ار، واوقف برضو الماريفان و 4 5 ايام وانس الاي ان ار وصل لاقل من 2 ابدا ادخل الانتروفينوس unfractionated هيبرين، غالبا بيمشي عليه يوم او 2 قبل العمليه. بوقف بقى الهيبرين امتى؟ 6 ساعات قبل الاوبريشن تمام. وخلي بالي قوي في عيان ماشي على هيبرين انتروفينوس لمده مثلا 3 لـ4 ايام ابص على البليتلت، لان الهيبرين بيعمل لي هيبرين انديوست ثرومبوسايتوبينيا فبيقلل لي العدد البليتلت كاونت، فانا لازم عينيا تبقى حريصة انها تبص على البليتليت كاونت في اي عيان ماشي على هيبرين انتروفينوس تمام. يبقى وقلنا الجايد لاين بتاع البليتليت قبل كده، يبقى انا هنا همشي العيان على ثيرابيوتيك دوز من الانتروفينوس هيبرين 1000 وحدة كل ساعة بير اور، ووقفه قبل 6 ساعات قبل العملية ورجعه بعد 6 ساعات من العملية وانس السيرجيكال هيموستاسيس فيلت ادكوات، سوري بعد 12 ساعه وانس السيرجيكال هيموستاسيس فيلت ادكوات. ده كده المانجمنت بتاع الحالات اللي هتاخد جنرال. هنبدا بقى الحالات اللي هتاخد نيرو اكزيال او نيرف بلوك او سباينال ابيتورال بروكسيمال نيرف بلوك، هنتعامل معاها ازاي.